مشيت أخبار أوريجينال عملناها بصوتي نحنا سبيسيال مشيت أخبار أوريجينال عملناها بصوتي نحنا سبيسيال لأنه النشرة ما عادت نشرة واللي عم ينزاعوا نشرة غريبة ونشرة غريبة ونشرة ضريبة ملا مصيبة لأنه النشرة ما عادت نشرة عملنا النشرة شو حلوة النشرة بلغة نظيفة لعبة خفيفة روق اسمح لي احكي كلمة أنا مستحلي ملا هالنشرة أخبارها مش من هون وبتشبه هون عن شي دولة بآخر الكون زي بعضه ما هي زيتها لأنه الأخبار ما عادت أخبار عملنا أخبار عن هاك الدار لكل الزوار الأكل وتغدوا تعشوا تمشوا والباقي شو بدنا فيه الله يزيده ويخليه وغيره وغيره شو صار فيه شو دخلنا نساهل فيه يعني ما فيه نحن عال وفاضي البال لا منعرف هلأ من بكرة وحياتك ما عنا فكرة نحن عال وفاضي البال لا منعرف هلأ من بكرة وحياتك ما عنا فكرة طيب رحنا وترح رحنا نسول الحكي وارتحنا يدخلك بلا نشرة وسميت بدن مساء الخير قبل أن نبدأ نشرتنا لهذه الليلة نتوقف عند الخطاب المفاجئ الذي ألقاه الرئيس بيل كلينتون أمام الوفود الرسمية إسراء عرض الحلقة الأولى من نشرة مش من هون ننتقل مباشرة إلى البيت الأبيض قبل كل شيء وجه تحية لبيارو ولأحلى شاب أندري ولأبو الميش اللي حسيته ضعفان آخر مدة أول ما خبرني كريستوفر عن نشرة مش من هون تركت كل شيء أنا وهيلاري عملنا صنيتين بوشار وقعدنا على التلفزيون نتسلى يلسن بوريس طلبني مش هون ميتيران فرانسوا تلفنلي كمان مش هون محمد بيضون ثلاث مرات هيلاري قالت له للسنتراليست يحكينا بعدين بيير أهم منه بكتير يعني فعلا انبسطت كتير وقلت له يا هيلاري لازم نرجع نشرات الأخبار على التلفزيونات الأمريكانية وإلا كلهم بيصيروا يعملوا مثل نشرة مش من هون نيح اللي لفتوا لي نظري ويعطيهم ألف عافية بيل ما تنسى شو قصيتك تقول قلتها لا ما قلتها ما قلتها عفوا لحظة لحظة من فضلكم هيلوري بتسلم كتير على ابن الكريستو المخرج الموجود بيناتكم هون أهلا أهلا أهلين وبتقله أنه اللقطة يلي أخذ لي إياها بالجينيريك كانت كتير مهضومة وممنون عين شكرا بيل نتوقف مع الإعلان قبل أن نتابع نشرتنا لهذه الليلة خصص مجلس الشيوخ جلسته مساء أمس بحث المرسوم الذي وقعه الرئيس كلينتون والقاضي بمنح 100,000 شخص الجرين كارد ولم يتم التوصل إلى اتخاذ قرار في هذا الموضوع لأن هيئة الشيوخ الأمريكان ركزوا في اجتماعهم على تفرد شبكة CNN بنقل وقائع الجلسة مما يحرم شريحة كبيرة من المواطنين الأمريكيين من مشاهدة وقائع الجلسة وذلك نظرا لعدم تمكن CNN من تغطية كافة الأراضي الأمريكية ننتقل إلى مجلس الشيوخ الأمريكان مع هذه اللقطات المصورة لاجتماعهم المصغر الكلمة الآن لدولة الرئيس السابق السناتور رشيد جرابيت تفضل دولة الرئيس خلوني فيش خلقي يا جماعة CNN يا دولة الرئيس ما بتنحضر شيء بتقرف كتير يعني قبل الجرين كارت والبلوط يعني الجمهور تاعي الببليك تاعي بنصيت بتاون مش عم بيقدروا يشوفوني شيء بيسم البدن كيف بدهم يعرفوا اني عم عاري وبعدين دولة الرئيس وهيدا الكتير امبورتن وين الجونيور كلوب وين ماريا مرسيدس وين فرانشيسكو كيف بدنا نعرف نحن اذا عنا كولوني مع ديدي او لا CNN قال الكلمة الآن للسناتور سكسيس صباح نسيم
تفضل. All of us, all of us فوجئنا بهذا القرار الصادر عن رئيس مجلس الشيوخ. نشاركك الفجيعة والله لا يفجعك بعزيز. Thanks honey. Welcome عزيزي. هذه القرارات الملتوية لن تمر علينا. لن ندع CNN تقضي على مواهبنا الفنية. يا عالم فهمونا، إذا ما طلعنا كل جمعة على التلفزيون نقابة الفنانين المحترفين ما بيقبلونا، لأنا مقدم طلب وبعد لهلأ مستر إيسان صادق ما جاوبني. شوفوا لنا حل يا دولة الرئيس. نشاركك الفجيعة والله لا يفجعك بعزيز. Thanks honey. أمو ليك تجي بتعشى عنا الليلة؟ شو عاملي؟ مشاوي. منيح المشاوي. ايه بيجي ما عندي شيء. ما عندك شيء؟ طيب وانت بتجي الليلة؟ المشاوي؟ ايه. جيب شيء معك؟ ايه جيب معك نافة. اوكي شو رأي جيب معك؟ نافة. منيحة الفنية. منيحة. بناء على مشاورتنا الفنية مع هيئة مجلس الشيوخ نطلب من تلفزيون CNN مغادرة القاعة فورا. لقطاع على الصورة. قطاع. نتابع الأخبار. طغت أخبار المونديال على الأوضاع العسكرية المضطربة في جنوب أمريكا، وهذا ما انعكس واضحا على الجلسة الأخيرة للكونغرس الأمريكي الذي انقسم أفراده حول النتائج الأخيرة لكأس العالم. كاميرا نشرة مش من هون نقلت بعض الأراء عن الفرق التي كانوا يفضلون أن تربح كأس العالم. Well, نحن سيناتور دكماشيان من كاليفورنيا. بالنسبة لكأس العالم فكثير مثلا اسكوبار الذي قتل في كولومبيا. Who is مارادونا؟ من هو مارادونا؟ Well, we were supposed that the Homentman team was supposed to bring the cup to Lebanon. كان and Vartan are doing fine. Finally, anyhow. To end this interview, I would like to say to Homentman, go Homentman all the way, go. اذهب يا Homentman all the way, اذهب. مي أنا مع فريق الأنصار. تعرف علوش؟ علوش؟ عليه لقطة؟ عليه شلطة؟ لما بيوقف عليها لا جولر ولا حكيم. And this team wants to bring to me the cup to my country. بشورة سيدي. بدنا رجعوا للكاس على بشورة. وشكرا. ميم اي بأيد شباب الساحل. عظيمين. انا البرج برخو بس. سليم سليم صغارتي يرحم بيك يا خي النجمة وبس. أنا عم بقول لك نجمة وبس. هلا المونديال الماضي كان في علينا مؤامرة، روح علينا بننتي. المونديال بننتتين مش رح نسكت لهم بقى. سيناتور عواد، who are you supporting in the World Cup؟ كفى 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 فوتبولا، كفى لبطا، كفى أعلاما في غياب علم الوطن. اللي روقه اللي بطل في واحد يلعب معه طاولة كله فوتبول فوتبول فوتبول. حكمة لسجاج أشرفية عليه عليه اللي فادوا شويري عذي ام جول. أمنيتي الوحيدة انه بعد 4 سنوات ان شاء الله يكون فريق الفوتبول اللبناني مشترك بالمونديال. وان شاء الله حد البيارق البرازيلي والألماني والأرجنتيني يكون في بيرق لبنان. في القطاعين العام والخاص قبل بداية العام 1995، ورفض الشعب هذه الزيادة وهدد بالإضراب في حال حصولها نظرا لما ينعم به في عيش هانئ ورغيد. ولو شو الدنيا كلها مصاري. سويسرا AFP في جنيف ارتفعت الزبالة في الشوارع والطرقات بعد احتجاج عمال التنظيفات في هذا الكانتون السويسري بأن الزبالة ما زالت توضع في أكياس مقفلة وكأنها أمبلاج كادو، بينما في سويسرا الشرق خصص للزبالة معرض مكشوف في النورماندي بإمكان السياح مشاهدته من الجو. وقد وعد حاكم الكانتون السويسري بدراسة إقامة معرض دائم للزبالة في بقعة فسيحة قريبة من مطار جنيف.
نيويورك سيتي خاص بمندوبتنا مهنا. تظاهر الآلاف أمس في نيويورك احتجاجا على إبعاد خزانات الغاز والبنزين عن المناطق السكنية، مما يسبب أزمة بطالة رهيبة هناك. وصار المتظاهرون يترجون أصحاب الشركات لإعادة الخزانات التي اعتادوا عليها وعلى رائحتها الشهية، لكن أصحاب هذه الخزانات ما زالوا يتغنجون، وسكان نيويورك في حالة حزن شديد، وقد رفعوا يافطات منها: وين رايح وتركنا يا غاز؟ خذوا البلرصاص وردوا لنا 98 أكتان. نيويورك تبكي خزاناتها. هل الدورة أحسن من نيويورك يا وزير النفط الأمريكاني؟ وقفة مع الإعلان. عليك على السريع. إنه بتثبت دايما هي القصص؟ معلوم. معلوم هي؟ اسمع. يلا. جرنا نخلة طوله انشق حاله 150 سنتي. عفيفي وشريفة أختين من عندنا من الحي بيشتغلوا بالبار. جميل. جميل. ما في حدا غريب. ما في مرة حبلة ما بتهرب منه على سفر سنة قد ما هو بشيع. نبيه ابن خالته لجميل ولا تصة ولا تصة صار له مش شايف مرته 4 سنين من يومين ثلاثة. من يومين ثلاثة يعني، انه مش من زمان. عمل حفلة لانه اجي صبي. جون ماري كزافيي ابن خالك، ولا كلمة بالفرنساوي. نمر نمر ابنه للناطور بخاف من بسينة. باسم صاحبك غير المخرج ما بيضحك وجهه للغيف السخن. طارق طارق مش طارق شي بحقيقته. لك روق روق، ننتقل معكم لفقرة شو اسمك مع الزميلة فيفيان. غيرت اسمها؟ لك روق فيفيان تحت امك على الاخر. على الاخر على الاخر. كاميرا دو بدي اياك تفوت جوات تم زوم على اليمين، بدي سقف حلقة يبين على التوب. فيفيان بتبلش تحكي. انا وفتحة امي ولك مش فرقاني معي، المهم اللقطة. توب بلش. اليوم اخترنا اسم رفيق 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 رفيق. نعم. رفيق يا رفيق، انت بتحب كثير النجاح يا رفيق، بس في نجاح واحد ما بتحب ما بتطيقه يا رفيق، لان مش كل نجاح وكيل، واكيد ما بنقصد نجاح سلام. رفيق انت بتحب كثير تعمر، ما في لزوم تعذب حالك، المستقبل لإلك. روح شوف مستقبلك يا رفيق. رفيق سمعنا انه عم بتكب مصاري شمال ويمين، زبط ايدك شوي. ايوه دغري لفوق. يلا يلا يلا. مرسي رفيق. وصلوا رفيق. اكيد حلقة واحدة مش رح تكفي، هالسنة رح نضلنا مع اسم رفيق. كل تك رفيق، كل ثانية رفيق، كل ساعة رفيق. رفيق رفيق يا ناعي يا حرير يا رفيق. لاقونا بكرة كمان مع اسم رفيق. طب عفين كاميرا تروى، رجع فوت على سقف حلقة دغري. وقبل نهاية الأخبار نتوقف الآن مع النشرة الجوية وأخبار الطقس لهذا الأسبوع. الطقس المتوقع لهالأسبوع مثل ما أفادتنا المراصد السياسية المهتمة بالأحوال الجوية، ضباب يلف كرايتون تاون وبربور سيتي من حوالي أسبوع، الرؤية سيئة وتجري اتصالات مكثفة مع الجيران من أجل إزالة هالضباب الناتج عن قرارات سياسية ما معهم خبرها ببربور سيتي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة لترطب الجو. هلا شوي لفوق، بعد أكثر لفوق. أوكي دكتور. بين بعبدة تاون وحزمية الشمس شرقة والناس إيشعة، ولو بدها تشتي كانت غيمت. أما صوب الشرق البقاعي فلقد صدر الأمر اليومي للطقس أن يكون جيدا، وتم إبلاغ النسيم أن يكون عليلا.